المرة واللي عدنا عن غيث مروان وافتتاح القناة الجديدة واللي هي بعنوان غيث جيمنج. طبعا فكرة القناة بيلي عبارة عن يلعب العاب وبرح احطكم اياها الرابط بالوصف ونزل اول مقطع عليها. اريدكم تفجرون المقطع باللايكات وبالاشتراكات ومن طرفنا واكتبونا شو رايكم فكرته. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر. فاول يوتيوبر عدنا هو نورمار. فنورمار نزل على سبب الانستغرام شوت ستوريات وبهذه الستوريات على من خلال انه راح ينزل مقطع راح يكون مقلب. ابقى مرمار وباقي الفريق راح ينزل الساعة بالاربع قناة الاساسية. راح احطكم الستوريات شوفوها. يو جماعة الخير خليكم جاهزين بكرة إن شاء الله الساعة 4 على فيديو خرافي. كيف فيديو بكرة؟ كيف فيديو بكرة؟ ما شفتيه يا جزاف. ايه طبعا بونسوار. وليه بونسوار؟ الناس اللي طلبت منا صورنا بالضغطة بس للأسف أنور ومحمد راحوا بس برجع بعد ساعة إن شاء الله. فرجيني يا مالك فرجيني شكلي شو عندي فرجيني؟ لازم اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو انس وبيسان. فانس وبيسان نزلوا على حسابهم بالانستغرام شويه ستوريات تبي البرومو مال الفيديو كليب. للاسف ما راح اقدر احط لكم اياه. طبعا يمكن اكون ستراك عليه ولكن اعلنوا من خلاله انه حينزلون اغنيه ويا بعض. وهذا البرومو واضح انه كان بانس شايب يخون بيسان ويا بنيه. فما ادري صراحه شكله حيكون فيديو كليب كلش قوي. اكتبوا لنا بالكومنتات ايش انتم متحمسين لهذا الفيديو كليب. الخبر الثالث اللي عدنا عن المتابعين وفضيحتهم من نور ستار. انه شلون هي كذبت. في نور ستار نزلت هذا المقطع على قناتها باليوتيوب وبهذا المقطع على اساس هو كان جوله في غرفه الجيمنج. انه اساس انه هذا المكان هو كانت مجهزته من القديم ولكن الاغلب كشف الحقيقه انه هذا المكان بالفيديو اساسا من اسبوع واحد كان ما بي شيء. طبعا هذا يثبت كلام نارين بيوتي انه هي لما التقت وياها نور ستار راحت باقت الفكره مع نارين بيوتي وراحت سوتها هي. نزلت بهذا المقطع بظرف تقريبا يوم واحد. ونفس الوقت طارق الباشا نزل مقطع على قناته باليوتيوب وهذا المقطع فضح فيه القصه بالكامل وفسر قصه البكاء لشيء صار تبكي من هذا الكلام وفضح بين نور ستار. راكم راح احطكم رابط المقطع بالوصف. روحوا شوفوا ورا القصه بالكامل. الخبر الخامس اللي عدنا عن برهوم المراوي وصول حسابه بالانستغرام ل 400 الف متابع. في ان شاء الله الف مبروك واقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايبي تباركوا لي بالكومنتات على هذا الانجاز. الخبر الخامس اللي عدنا عن تهجم المتابعين على نور ستار. في نور ستار نزلت هذا المقطع على قناتها باليوتيوب وهذا المقطع لو تدخل معي على التعليق راح تشوف انه كل التعليقات تحكي عن المشكله اللي صارت بينها وبين نارين بيوتي وهي من الكومنتات اللي هي قاعده تحذفهم. وبعدها خفت اسم نارين بيوتي وانس واصاله ونور مار من التعليقات. اما بالنسبه لي لو تدخل على مقطع نزلته نزل بيع التعليقات ونكتب بيه كل اسامي هذول اليوتيوبر. بعدها روح على كلمه الاحداث ولا مدى فتعليق وتعليق لاشخاص زين راح غير حساب عم شوف التعليق راح يطلع للناس او لا. بعد ما غير الحساب ونزل نبيع تعليقات وراح نلاقي مثل هذا ولا راح نشوف انه تعليق ما ظهر وانه ما تعليق هذول الاشخاص ثانيا ظهر. فاكتبوا لنا احبابي بالكومنتات شو رايكم بحركته واخفاء كل هذه اسامي اليوتيوبر من الكومنتات اللي عندها. وبس والله وصلت المقطع. من المقطع جوكم لا تحطوا لايك تشتركوا بالقناه تشاركوا في زي ما قلت من القصص. وبس مع السلامه.